هيا بنا لنسافر ونهاجر ونغامر، نقطع السهول والوديان، نصعد الجبال. ضوضاء السيارات في الطرقات والشوارع، وسحائب الدخان من مداخن المصانع. ليس المكان الرائع المناسب فزارع لتحيا في مكانك الطبيعي في الأدغال. مكانك الحقيقي يا صديقي يا رفيقي ليس في المدينة إنما هناك في الأدغال. هيا بنا لنسافر ونهاجر ونغامر، نقطع السهول والوديان، نصعد الجبال. حتى تحقق الأحلام واجه المصاعب، وتحدى ذاك النمير المشاكس المشاغب. لا ترجع عنا خطوة للخلف يا محارب، فمكانك الطبيعي يا صديقي في الأدغال. لماذا علي أن أبقى في هذا المكان الموحش؟ أنا لست مرتاحا، لست مرتاحا على الإطلاق. لا مكيف هواء ولا طعام شهي. أريد عصيرا باردا، أريد أن أعود إلى البيت. هيا أريد أن أعود، لا أريد البقاء. أريد بوضة 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 بوضة. هذا المكان رائع. ماذا سأفعل بهذا الدب؟ متى سأعود إلى البيت؟ هاي اسمعوني جميعا، صديقكم بامبو هنا. ريكي، هكذا يرحبون بصديق آتي من بعيد؟ أتعرف؟ يبدو أنهم يرحبون بالجميع بهذه الطريقة. أمر لا يصدق. يا لك من دب، تصدق كل شيء. ريكي، إنهم يرحبون بك أيضا. سيبدأ وقت استكشافي منذ اليوم، لن أنسى هذه اللحظة. خذ ريكي، التقط لي صورة. هيا. مستحيل، تذكر نحن لسنا في حديقة الحيوانات المريحة. نحن في البرية الخطرة. المكان مليء بالمخاطر هنا. هيا يا ريكي، انظر حولك، لا أرى أي خطر أو فخاخ. كل ما هنالك هو الهدوء من حولنا. هون عليك يا ريكي، لنذهب ونستكشف هذا المكان الغامض بدون أن نخاف. هيا بنا، لا يجب أن نتراخى أبدا. بامبو، دعنا أولا نبحث عن الطعام. ريكي لا تقلق. صديقي انظر، ما رأيك؟ هيا قل. أتعرف فقط الطعام اللذيذ الذي يمكنه أن يبعد خوفي. يم يم. الحمد لله، فقط الآن يمكنني الإحساس بروعة هذا المكان. يا للروعة. ريكي، إنها حيوانات الدولفين. إنها تقفز في الماء قفزات رائعة، انظر إليها هنا. دعني وحدي يا بامبو، اتركني، لا أريد. هيا يا ريكي، دعنا نتزلج معها. هيا، لقد حان الوقت للاستكشاف. إنه وقت استكشافي، هيا بنا. لا 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 أستطيع استراحة. أرجوك يا بابو، أرجعني أرجعني، أشعر بالخوف. لا لا لا، عليك يا ريكي، انظر إلي بابو. لا.
بسمة كلمة ورسمة. بسمة 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 كلمة ورسمة. معلومات مفيدة. حسناً سأبدأ بالاختبار. في جو من المغامرة. البرنامج التالي. بسمة 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 كلمة ورسمة. هيا جسمي جسمي كلمة ورسمة. هذا رائع جدا يا ريكي. أريد أن أعود إلى البيت. يجب أن أغادر هذا المكان وأبتعد عن هذا الدب المزعج أبعد مسافة ممكنة. بامبو إذا اعتذرت لي الآن قد أسامحك. بامبو أين أنت؟ بامبو يا للروعة. بامبو انتبه، البرج مائل. إنه برج بيزا المائل في إيطاليا، في الواقع إنه يميل كل سنة. كيف يمكن للبرج أن يميل بهذا الشكل؟ صدق أو لا تصدق. مثير للاهتمام، دعني أجرب. مذهل بامبو، أخيرا قمت بعمل جيد. تصبح على خير. هذا مزعج جدا، كيف سأنام الآن؟ هناك الكثير من الحلوى. يوجد بوضة. وأخيرا سأكل بوضة، وبنكهتي المفضلة سأكلها حالا. أنا قادم. سأكل بوضة. ما ألذ البوضة، باردة ومنعشة. باردة ماء. أين ذهبت البوضة؟ هذا ماء. أين أنا؟ لابد أنه الماد. بامبو بامبو بامبو. وأخيرا نجونا، الحمد لله يا بامبو. أين هو بامبو؟ لقد نسيته. ماذا أفعل؟ هل أعود إليه الآن؟ يجب أن أعود إلى بامبو. حسنا أنا قادم. بامبو أنا قادم. ريكي، لماذا تذهب ناحية البحر لتسبح؟ بامبو قل لي متى انصحوت. منذ برهة، هل أنت بخير؟ الحمد لله. خيمتك المزعجة أخذت بطريقها بوضة العملاقة. بوضة؟ عن ماذا تتحدث؟ أشعر بالبرد، علينا العثور على منشأ. حسنا يا صديقي لا تقلق أبدا، فقد تعلمت ذلك الأمر على التلفاز من قبل. انظر. الغابة. لا 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 لا، محال، إنها بمنتهى الخطورة. هيا يا ريكي لنذهب إلى التخييم كما يفعل المستكشف تماما. لا 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 لا، أرجوك أرجوك، سنجد الوحوش أمامنا عند حلول الليل يا بامبو. وحوش؟ لا أرى أيا منها.
ريكي أنا متعب فلنذهب إلى النوم. هيا ريكي هيا للنوم. كما تريد، ولكنك ستندم عما قريب. ريكي هيا تعال ونم. لا أريد البقاء هنا، أريد العودة إلى البيت. هذا الباندا لا يسبب سوى المتاعب. مكانك الحقيقي يا صديقي يا رفيقي ليس في المدينة إنما هناك في الأدغال. هيا بنا نسافر ونهاجر ونغامر، نقطع السهول والوديان نصعد الجبال. ضوضاء السيارات في الطرقات والشوارع وسحائب الدخان من مداخل المصانع، ليس المكان الرائع المناسب فزارع لتحيا في مكانك الطبيعي في الأدغال. مكانك الحقيقي يا صديقي يا رفيقي ليس في المدينة إنما هناك في الأدغال. هيا بنا نسافر ونهاجر ونغامر، نقطع السهول والوديان نصعد الجبال. حتى تحقق الأحلام واجه المصاعب وتحدى ذاك النمير المشاكس المشاغب. لا ترجع عنا خطوة للخلف يا محارب، فمكانك الطبيعي يا صديقي في الأدغال.